تربط مصر واريتريا علاقات قوية راسخة منذ عشرات السنين على المستويات كافة، وهو ما يأتي في إطار تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية، هذا وشهدت العلاقة بين مصر واريتريا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوراً كبيراً، وهو ما انعكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الإريتري لمصر، والتي كانت تعكس حرص الجانبين على تعميق وتوطيد أواصر التعاون بينهما بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية وبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك علاقات تاريخية قوية وراسخة تربط ما بين مصر وإريتريا منذ عشرات السنين حيث كان لمصر اهتمام ملحوظ بالقضية الأريترية بدءا من الأربعينات في القرن الماضي تبلور ذلك في اتخاذ القاهرة مقرا لتأسيس جبهة التحرير الأريترية في يوليو لعام 1960 مصر كان لها أيضا الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الأريترية حتى تحقيق الاستقلال الوطني الاريتري في العام 1993 وظلت مصر طيله فتره الكفاح المسلح على علاقات قويه مع فصائل الثوره الاريتريه وبعد استقلال اريتريا شاركت مصر في التهنئه باعلان الاستقلال وارساء اسس قويه لتطوير العلاقه المستقبليه وتنمية التعاون ما بين البلدين في كافة المجالات كما رحبت القاهرة بإقامة علاقات دبلوماسية ما بين البلدين ليكون هناك قناة شرعية مع أسمرة الدبلوماسية المصرية كان لها دور بارز عندما نشأت حرب حدودية ما بين إريتريا وإثيوبيا امتدت لعامين من 1998 إلى 2000 حيث سعت مصر لتحقيق السلام ما بين الجانبين وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت العلاقات ما بين مصر واريتريا تطورا كبيرا، وهو ما انعكس على الزيارات الكثيرة للرئيس الاريتري لمصر، التي كانت تعكس حرص الجانبين على تعميق وتوطيد أواصر التعاون ما بينهم، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية، وبحث العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وهكذا هي مصر دائما. حريصه على تعزيز علاقاتها مع اشقائها الافارقه وساعيه لتحقيق النهضه في محيطها الافريقي مع مختلف دول القاره